الطوارئ ودين الموارد البشرية وحب ولجنة تلقي قرارات التبشير. أعداد المقدمين للترشح لحد دلوقتي منصور النقيب وصل لخمس مرشحين. خمسة بس من امبارح لحد النهارده. ممكن تقول لنا أبرز الأسماء؟ أبرز الأسماء أستاذ سامي محمود. تمام. طب الأستاذ منتصر الزيات قدم لحد دلوقتي ما قدمش. طيب حضرتك تتوقع ان هيبقى في زياده في اعداد المتقدمين الفتره اللي جايه بالنسبه لقد ايه مثلا؟ ممكن يوصل قد ايه؟ ممكن يوصل 10 15 بالكثير. هو باب الترشيح هيقفل امتى؟ 4 اكتوبر. والانتخابات من المقرر ان هي تبدا امتى؟ المقرر تبدا 8 نوفمبر. تمام، شكرا جدا.